موجودة بعيدا لو معاها خلي اشوف موجودة الاملاءات الدولية. لا تكون يعني انا مرة ثانية اعيد هاي العبارة اللي ذكرتها انه اكو دول محور واكو دول وظيفة، هاي بالسياسة موجود، اكو دول تملى عليها وتلعب، هذه عشرات الدول دول محور. يعني هسه روسيا يفرض عليها لو هي تفرض بمعادلات اللي يفيدها والما يفيدها. صحيح. الطريقة اللي تعاملوا بها الإيرانيين سياسة رابح رابح اللي احنا نريد نستنسخها واللي هي المفروض تصير بالمنطقة، لا أكسرك ولا تكسرني، خلينا نربح، وصلنا لهي النقطة نربح. يعني في ظل الظروف اللي تعيشها إيران، الظروف الصعبة جدا والحصار، يا رابح رابح. لا لا لا، هذا ظروف، هذا ظروف داخلية، الخارج هذا هذا قصف. لا لا مو لا، هذا هذا نظرة جزئية إلى مرحلة من مراحل كاملة أنت تنظري لها، لكن في نفس التوقيت أنا مو أنظر لها، لكن هذا حديث يعني ونفس التوقيت إن هذه الظروف ما منعت أنه يصير الصاروخ البالستي يسقط داخل مع مفاعل ديمونه، هذا الظرف ما منعت المسيرات تصل الى ارامكو، هذا الظرف ما منع المقاومه اللي تصمد، هذا الظرف ما منع لبنان ان تسقط، لبنان نعم. المفروض تنهار من المرفا لحد الان اقتصاديا، المفروض هذا كن نفهم هذه القضيه نعم. لكن الادوات فاعله اليوم، المحور هو بشكل كامل، لا من مصلحه روسيا اليوم يشدد الموقف ذهبي نحو التهدئه، لا من مصلحه روسيا الصين كذلك، لان الصين جاي تمر بطريقه وصلت لحدودنا، تريد الموضوع ينتهي، يمر على الكويت ويجي من هناك، يمر على دبي ويرجع مره ثانيه على السعوديه، على قطر ومصالحتها، يرجع للعراق، للعراق يصعد للاخوه الكرد من خانقين وفوق، يطب بسنجار، مو هي الفرشه كبيره. نعم. فانا شو اقول؟ اقول هذه التاثيرات مو تاثيرات مزاج، يعني مو اليوم فؤاد حسين بكيفه راح وكيفه رجع. لا، هم عنده محددات اتجاه الطرف الايراني والطرف القطري، مذكره ومعلومه جدا دقيقه، اليوم عوده قطر لها تاثير. الملفات اللي تحدثت ليش عنها الدكتور، ملفات تستحق اليوم تنوضع تحت الطاوله، انا حتى اغض النظر عن تصرفات ابتدات بالسعوديه، السعوديه مشكلتها تطرفت بعلاقاتها، بيوم اللي تعاركوا ويا القطريين طردوا البعران. يعني تصور انه طردوا الرعاة الموجودين، هذا التطرف ما خلى لها صديق، نفس العباد اللي قاد المفاوضات يتحدث عن 5000، نفسهم اليوم بالحديث معانا، شنو الغريب بالسعوديه؟ انه كل علاقاتها السابقه من العراق، من تجي تفاوض ويا العراق، تتحدث كون تحدد علاقتك مع ايران، وكون تحدث لي ما تحكي ويا الكويت، تركيا، لان يعني ايران البعض يتحدث، مو كلامي مع احترامي للجارة ايران، يقول لك ايران ايضا محدداتها وايضا علاقاتها لبنان، سوريا، العراق، يعني هذا الهلال. لا هذا هذا صحيح، والدليل انه هذا ما تقدر تفرضه على الخنجر. لا هذا يعني صحيح، هذا مو صحيح. ليش؟ يعني هذا الكلام، ايران علاقاتها مع المكون السني، يعني هذا الكلام صح له؟ لا لا مو صحيح. ليش مو صحيح؟ يعني يقول لك الهلال الشيعي اللي رسمته ايران، ما جاي يقول لك السيد الخنجر ولا علاقاته ويا السيد البرزاني يعني ولا علاقاته ويا ولا علاقاته ويا الاخوه السنه، ما لها شغل بالهلال. لا القضيه مو قضيه هلال ايران، انا اتحدث مو كلامي، انت تعرف هذا الكلام. لا انا اتحمل المسؤوليه، لا انا اتحدث عن ما يقال، يعني فانا شو اقول؟ اقول المعادله هيك صارت. هسه احنا مرات ليش نلوم؟ لا انا اقول يلا خلينا ننتقل لهذه المرحله، نبقى مرحله الصراع ما يفيدنا كليتنا، ننتقل الى مرحله مثل الكتل اللي صار ونفصل ونثير القضيه. اليوم وصلنا هذه المرحله. انا اتحدث لك بصراحه ومعلومه، انا اتحدث لك معلومه. 11 محكومين بالاعدام. لا خليني اتحدث لك سيد عباس، معلومه هاي مني انا، معلومتي تقول انه السعوديه عندها ثقه كامله بالسيد الكاظمي، وهو الوحيد تطمئن له من كل الكتل والأحزاب السياسية، ولهذا قبلت التفاوض. تفضل سيدي.